كان يقول لك أبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء جديد يجمعنا بكم ومع برنامج يسألونك. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية عبر هواتف البرنامج التي تظهر تباعا أسفل الشاشة. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطاهة كبير علماء المجمع الفقهي، حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم، مرحبا. شيخنا الفاضل، نحن نعيش في أيام شهر رمضان المبارك، وكما تعلمون أن هذا الشهر الكريم فيه كثير من الأمور التي يعني ينبغي أن يراعيها المسلم، فمن ذلك على سبيل المثال البعض ربما ممن تعود مثلا على سبيل المثال على التدخين، ربما هذه هذا رمضان هو فرصة لكي يترك هذه العادة التي تضره، والتي يعني كثير من العلماء كما لا يخفى على جانبكم ربما يعني في حكمها نسمع منكم إن شاء الله تعالى. فنريد من جانبك الكريم تسليط الضوء على هذه المسألة، وهل رمضان هو فرصة لترك بعض العادات السيئة التي تكون عند البعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان. ومعنى ذلك أن الصبر ركن أساسي في تكوين الشخص وفي شخصيته وانضباطه، فالذي لا يفهم الصبر لا يتعلم ولا يداوم، يعني يستقيم في الوضع. لماذا؟ قال: لأنه تجي لحظات ما ينضبط. ولذلك حينما فرض الله سبحانه وتعالى الصيام، يمكن أن نقول أن الصوم بحد ذاته، وهو مقاطعة المألوف من الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، على غفلة يأتي شهر رمضان وينقول هذه الأشياء كلها من قبيل الفجر ممنوعة إلى غروب الشمس، والالتزام بهذا. وفي أثناء ممارسة العمل الإنسان تجده وهو صائم، يمكن إذا نزلت من الرأس يعني نخاعة، ربما يشك، أقول هاي يبتلعها تفطر لو ما يفطر، يعني يكون في هذا إحساس الناس لا ترى، أنما هو ده يحس فقط. أو لما يتمضمض، أنه هل يتسرب ماء؟ هل في الاستنشاق يتسرب؟ قل لا، ليش؟ لأن عنده ضبط وسيطرة. ولذلك يعني البعض من الناس متعود أن يشرب شاي، وإذا ترك الشاي بعد الأكل نصف ساعة يبدي يصير عنده صداع، وهذا أنا شايفه حقيقة مع نفسي. إذا تأخر الشاي نص ساعة بعد الفطور يبدي رأسي عندي صداع، وأحياناً لليل ما ينتهي. في وقت من الأوقات لما يصبح الصوم، أول يوم فشي بسيط، لأن عندي عزم أنه أنا ما أشرب شاي. ثاني يوم لا يخطر، ما يخطر على البال، فيبقى بدون ما يفكر في الشاي وغيره. اللي يدخن مثلا كذلك، لما عنده عزيمة بأنه ناوي أن يصوم، ولذلك تحدث نفسه تشتهي سيجارة فلان شيء، قال أنا ملتزم بنظام. فلما ينتبه بالتالي أو يشعر أن بعض الناس عنده يعني من الإحساس و علو الهمة ما يقبل الانتقاد، الذي لا يدخن يشعر برائحة التدخين جدا مزعجة مؤذية. يعني كثير من الناس زوجته ما تدخن وتضوج من ريحة الدخان تماما، لكن هو ذكي وأبي، زوجته ما قدر تقول له اترك الدخان. وفي الغالب يعني إذا تشوفه هو مدمن تحترم نفسها، وأيضا حرصا على إبقاء المودة ما تحكي. لكن هو لما يكون أبي وذكي ضروري أنه هو يقصر نفسه
أن ما يدخن بعد. جاء رمضان قال هو أكبر دورة للتدريب، واحد يعرف منها أنه أيام ما أقدر الأكل والشرب أتركه، ليش ما أقدر أترك هذا؟ وهكذا. فإن شاء الله فيه فوائد عظيمة، من جملتها هو السيطرة ورقابة الله جل وعلا داخليا، وما حد يعرف عنه شيء. ولذلك يعني جاء في الحديث الشريف حديث القدسي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال إيش لي؟ يعني لا يعلم دقته وصحته إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال أنا أجزي به لأنه صبر ويخشى الله بالغيب، يعني الله جل وعلا أثنى على الذين يؤمنون بالغيب ويخشون الله في الغيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الفرائض في تطبيقها وفي مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. يعني في رمضان أحيانا عندما يخرج الناس في معاملاتهم وفي الشوارع أو في السيارات، أحيانا البعض يعني ربما يتحجج بالصيام فيضيق خلقه أمام الآخرين ويبدي يعني العصبية وما إلى ذلك. لا لا، بالعكس، المفروض غير العكس. يعني هو الصوم جنة، قال صلى الله عليه وسلم، ومعنى جنة مظلة وقاية تقيه. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه امرؤ أو شاتمه فليقل إني صائم. إني صائم معناتها أداري صومي وأراقب ربي سبحانه وتعالى. الكلام لا يتناسب، كلام الهجر والشتم والسب والصياح، كل هذا لا يناسب الصائم. حتى إذا سابه أحد أو شاتمه، حتى إذا سابه أو شاتمه يقول لنفسه أنا صائم، يعني ما أعرض صيامي إلى الخلل مقابل شخص يعني جهل علي أو تطاول بكلمة. نعم. فواحد يدفع بالتي أحسن ويبقى محافظ على صومه وعلى سمته وسلوكه هو، لأن لو أراد رادد لا فضل لأحدهما على الثاني. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. نبدأ باستقبال الاتصالات. معنا الأخ أبو دنيا من ديالة، تفضل أخي أبو دنيا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك أحوالك؟ حياكم الله، تفضل أخي الكريم. الله يسلمك. سؤال الشيخ. يسمعك إن شاء الله، تفضل. شخص صايم يبلع ريقة. نعم. هل يفطر الصوم؟ طيب. يبلع ريقة هو صايم، هل يفطر الصوم هذا؟ تقصد الريق أم عفوا البلغم؟ لا الريق، أي بلغم عفوا يعني يصير ويبلع ريقة يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني. نعم. الدعاء وصلاة التراويح من يسجد، هل يستجاب بالسجود دعاء يدعي؟ في السجود بالتراويح. إيه؟ طيب. يعني كل سجدة يدعي الأمة المسلمين جميع المسلمين يعني. طيب طيب إن شاء الله. شكرا. حياك الله. حياك الله. شكرا. شكرا. حياك الله الكريم. الأخت شيماء من الأنبار، تفضل يا أخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ممكن سؤال للشيخ؟ اي تفضل ان شاء الله. اسمك تفضل يا اختي. شيخي، اكو قطعة ارض جاية طلعت ورث من بيت اهل ابويا جدي، فابويا متوفي واريد نبيعها، هل ممكن اقدر يعني اخذ، اقدر اطلع من عندها حلال وحرام اطلع من القطعة الأرض من بيعها حجة وعمرة حي الوالدة الله يرحمه؟ هذا بإذن الورثة كلهم لو يعني يدرون؟ باسم الورثة. باسم الورثة. عفوا. هي عفوا. كانت باسم. نعم. لا لا، قصدي بإذن، مو باسم، بإذن الورثة يعني يقبلون هم؟ نعم، هم قالوا ما عندنا أي إشكال. طيب هو سبق أنه حج و... طيب سبق أنه حج واعتمر الوالد رحمه الله؟ نعم. حج قبل او اعتمر هو لو لا؟ ما حاج قبل. لا والله. لا والله. طيب. طيب. مو حاج ولا معتمر. طيب. طيب. بس انا تفضلت من يعني من عندي اقدر يعني حلال لو حرام، هم كانوا بالبدايه مو موافقين وهسه وافقهم يعني باذنهم وافقهم، ما عندهم اي اعتراض، هذا حرام علي لو حلال. تسمعين الاجابه اختي الكريمه ان شاء الله تسمعين الإجابة. عندنا اتصال اخر من براء من بغداد. نعم.
تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سيد الشيخ الله يرضى عليه إن شاء الله. تفضل. يعطيه الصحة والعافية، والله نفرح إحنا من نحفظ. جزاكم الله خيرا. 24 ساعة أنا بس ندمانة. 24 ساعة أنا بس ندمانة، ما أعرف شو أسوي شنو. على إيش ندمانة عفوا؟ بدون سبب. صار لي 5 سنوات بدون سبب بس ندمانة. بس وهسه صار لي 4 أشهر بسبب. الله يفك كربتك اختي الكريمه، بس واحد لازم يكون يندم على شيء معين، يعني على عمره يعني بغير طاعه الله، على معصيه، على شيء معين، على ايش الندم؟ ما بس احس بندم. هذا السؤال الاول. السؤال طيب. الثاني، كيف يحاسب الانسان نفسه قبل ان يحاسب؟ طيب، واتمنى ان هذا البرنامج ما ينقطع، ما ننحرم من شوفه الشيخ. امين امين ان شاء الله، بارك الله بك. شكرا. عندنا اتصال من الانبار. السلام عليكم ابو محمد. تفضل اخي محمد، حياك الله. سلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين للشيخ ولا زحمه عليك؟ تفضل. الاول، السؤال الاول، قد ما اروح اصلي بالجامع، يعني اطلع افطر وهذا وكذا واروح للجامع صلاه العشاء، فمن اروح الجامع مكتظ يعني بالمصلين، ما مجال اصلي بالصفوف الاولى، بس ماذا احصل مجال؟ هل صلاتي بالسنوات الاخيره يعني السنه الاخير عندي يعني لها فضل واجر مثل الصفوف الاولى؟ اريد اسمع من الشيخ هذا ان شاء الله جوابه ان شاء الله. والثاني عندي، العفو، نعم تفضل. انا ما اظل ادعي الله سبحانه وتعالى في امور انا اريد، يعني الله ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ لي اياها او يستجيب لي بها، ومرات اتقاعس بالدعاء اقول الله هو اعلم بما انا اريد، هل انه الله سبحانه وتعالى يكتب لي هذا الشيء مثل طيب ما اريد ببالي، لو الا ادعو او اطبع الدعاء يعني؟ طيب أذكركم. طيب حياك الله اخي الكريم. ناخذ اتصال لاختم عمر من بغداد. تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يعني في الشيخ، بس انا مره قرض من الدوله. نعم. فأنا ما عندي، يعني عندي أيتام وعندي معاقين هواية، وسددت أنا من عندي 3 سنوات وبقى علي 2، يعني إذا ما أسدد حرام لا حلال. كيف ما تسددين يعني؟ يعني ما أقدر بعد أسدد للدولة، بعد يطلبوني ما 2. طيب هم يقطعون من راتب ولا كيف يعني؟ يقطعون من راتب هذا الكفيل. هسه الكفيل هو مات وراح الله يرحمه، يعني ورا ما مات الكفيل يعني أنا 2 مسددة ورا ما مات، بس هسه يعني كلش إمكانيتي ضعيفة. طيب معناته أنه راح يأخذون من التقاعد مالته مال الكفيل؟ إيه، التقاعد هو توفى، والتقاعد مالته يعني راح بعد، ماكو بعد عنده تقاعد. طيب هو راح ما ينتقل لعائلته؟ لا ما عاد، هي عندهم بس معاقين وقال ما في خلاص. اذا 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 انقطع راتبه تماما هو خلاص، انقطع راتبه تماما بعد ان توفي. طيب طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله من الشيخ. حياك الله. ناخذ اتصال الاخ قيس من بغداد. عفوا، ام قيس من بغداد. تفضلي ام قيس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الشيخ؟ تفضلي. أني عمري 54 سنة، عندي مرض سكر وضغط وقلب، فعندي سمن، يعني عندي جسمي يعني وزني يعني عالي، ردت أرد أسوي قص معدة، بس هنا في العراق ماكو يعني دكتورات يعني اختصاص بهذا الموضوع إلا أطباء، وأني يعني من باب استحرم اقول خاف يعني حرام او فتشي من هذا القبيل، واني يعني من نصيحه الدكتور قال عادي يعني اذا تريد تسوين، لان هو يعني يفيدك ما يعني ما يضرك، لان تقليل الوزن حتى يجوز تستغنين عن الادويه يعني. تمام من تمام. هذا الباب هذا واحد. 2، اريد بس الشيخ شويه يسمعني يعني ودقه، لان هذا الموضوع حساس. احنا ورثه يعني اخوان جدي بعدهم لحد الان عندهم املاك مشتركه،
بس صرنا احنا احفاد احفاد يعني يعني ماكو حل صرنا عوائل يعني كبيره. ف نوبات يعني بعض الاراضي تنباع اللي يسموها اميري اميريه ما اعرف يعني الدقه العفو بالتفصيل. هاي الاراضي احنا تاخذها هي الدوله هي تبيعها يعني يجي المشتري يشتريها من الدوله عن طريق المحكمه. بعدين توزع علينا المبالغ حصة الولد نفس حصة البنية. هي أراضي زراعية ما بيها بناء يعني للعلم يعني. هذا يعني الشيء هل هو حلال أو حرام يعني إحنا؟ طيب طيب. شلون إحنا أكلناها بالفلوس وراحت؟ وضح السؤال إن شاء الله تعالى. أي شكرا. حياك الله أختي الكريمة. نأخذ اتصال آخر الأخ أبو محمد بن صلاح الدين. تفضل اخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلمك شيخ. سؤالي بس اذا واحد كان يعني نايم فيعني بل ما نام يعني حلم قال ف ان شاء الله يعني اصوم او اصلي او اذبح يعني بل ما نام يعني عفوا 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 ابو محمد ما فهمت سؤالك بصراحه. عيد لي السؤال بارك الله بك. واحد نايم تفضل ابو محمد عيد سؤالك. يعني بالمنام قال يعني قال الصبح فاذبح خروف يعني ثبتت عليه او قال اصوم يعني اصوم يعني اصبح صايم فثبتت عليه. اذا شاف بالمنام انه يذبح خروف او مثلا يصوم يوم تثبت عليه او لا؟ هو هذا قصدك بالسؤال؟ اي نعم. طيب طيب عندك سؤال اخر؟ حياك الله. طيب نجيب على الأسئلة إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا الكريم. الأخ أبو دنيا من ديالى يسأل يقول شخص صايم ويعني يبلع ريقه هل يعتبر يعني هذا يعني فيه مشكلة من ناحية الصيام أو يا ريت نفصل بين الفرق بين الريق أو البلغم. ابتلاع الريق الله. ابتلاع الريق أمر طبيعي لا علاقة له بالصوم ولكنه ما ينزل من الخياشيم من فوق أو يصعد من الصدر يعني أحيانا نتيجة التهابات وقح ويصعد من الصدر إلى هذا إذا بلغ مبلغ ماء المضمضة يجب أن يبصقه. أما إذا ما وصل إلى الحلق يعني بحيث لو يدفي الماء يطلع هذا لا يضر في الصوم. أما إذا وصل إلى حال المضمضة يعني ماء المضمضة بالفم يتمضمض ويرجع بالأرض بالوضوء المضمضة ما يفطر. نعم. لكن إذا ابتلع ماء المضمضة يفطر. إذن بالعريق ليس فيه شيء. بالعريق أبدا ما إلى علاقة. أما البلغم عفوا الصوم صحيح لكن ما يصعد من الجوف أو من الرئة من هذا الماء المنعقد متجمد أو يسموه البلغم إيه أو ينزل من فوق الأولى أنه إيه. فهنا إذا وصل إلى ظاهر الفم يعني لو افتح حلقة مبين بحيث يبصق يوقع هذا يجب أن يرميه. أما إذا ما وصل إلى ظاهر الفم وإذا أراد أن يبصق ما موجود. أحسن الله عليكم. لا السؤال الثاني يقول الدعاء في التراويح عند السجود هل الدعاء فيها مستجاب؟ هو في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقمن أو ادعو الله قمن أن يستجاب لكم يعني جدير أن يستجيب الله للساجد وهو ساجد يعني بشكل عام سواء بالتراويح أو غير التراويح في أي صلاة السجود, السجود مظنة إجابة الدعاء ولذلك يعني يزيد المرء قربا من ربه أن يسجد وجاء في الحديث الشريف في الآية الكريمة واسجد واقترب القرب من الله تعالى بالسجود بتواضعه ووضع جبهته وأنفه ورأسه في موضع أقدام تذلل لله تعالى هو في حد ذاته يعني معنى الالتذاذ بالعبودية. نعم. إذن من الدعاء دعوات المستجابة هي الدعاء عند السجود. والدعاء يعني عام يدعو بما شاء طبعا بما شاء بما هو مباح لا بقطيعة رحم نعم ولا بأشياء تافهة يعني بعض قضايا يعني
يستحيا منها يعني مثلا. إذا قال اللهم ارزقني اللهم كذا حتى لو قال ارزقني ما فيها شيء. نعم. إيه؟ إذن مفتوح الدعاء يعني لا يكون قطيعة رحم ولا إثم. إيه ولا بإثم. أحسن الله لكم شيخنا الكريم. الأخت شيماء من الأنبار تسأل تقول أتانا يعني ورث من أهل أبيها يعني بيجدها ولكن أبوها متوفى. تقول أردنا أن نخرج مالا لحج أو عمرة للوالد يعني نطلع من هاي الحصة مالتنا حجة وعمرة للوالد فهل هذا العمل يجوز؟ على أي حال ومن حيث الجواز يجوز إذا يريدون الورثة يتنازلون عن بعض التركة ويبعثون من يحج عن هذا يجوز يجوز ولكن هل يجزيه إذا كان هو قادرا واستطاع أن يحج فلم يحج هو مقصر. نعم. ومع هذا تفضل الله على العباد فإذا واحد تطوع أن يحج عنا إن شاء الله يقبل. نعم يقبل. أحسن الله لكم شيخنا الكريم. الأخت براء من بغداد يعني سؤال حقيقة شوية غريب تقول أنا أندم دائما يصير عندي ندم. سألتها عن سبب يعني الندم هذا ما ذكرت السبب تقول دائما عندي ندم. على أي حال لربما تعبيرها من ناحية لغوية ما أسعفها قد يكون الندم تقصد الشعور بالتقصير أمام الله تعالى فهذا عبادة. إذا الإنسان دائما يشعر بأنه بين يدي الله مقصر وأن نعم الله لا تحصى ولا يستطيع أن يوفيها وأنه دائما المفروض يعني يكون يقدم جهده وهو ماذا يقدم إلا قليل فهذا جيد. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. سؤالها الثاني تقول كيف يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب؟ يعني يكون عنده وعي وذاكرة أن الشيء الذي من وراء ملامة ما يسوي. الحكيم هو الذي لا يفرط لسانه بدون تفكير يحكي. نعم. يعني وإنما الكلمة ما يطلعها إلا بعد أن تفحص وتمر على جهاز العقل بأنه هذه ما فيها لوم أو ما فيها حياء أو ما فيها حرمة لأن يعني في بعض القضايا من الدهاء أن الإنسان لا يحكي كل شيء. قال هو مو حرام قال إذ مو حرام تكشف نفسك على إيش. المهم يعني موضوع حساب النفس هذا من علامات المؤمن الفطن. الحمد لله. نعم. يعني أنه يحاسب نفسه دائما على يحاسب نفسه هو الذي يشعر بأنه لم يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله يعني تنزه الله الملك الحق أن يخلق الإنسان ويعمل وثم لا يوجد ثمرة يسيء ثم لا يوجد عقاب لا للمحسن ثواب قال الله حاشا لله ما يعمل هذا العمل. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. الأخ محمد من الأنبار يقول يعني عندما أفطر وأصلي في البيت ثم أذهب إلى صلاة التراويح لا أجد مجالا في الصفوف الأولى. يقول هل يعني في هذه الحالة يعني أجري مثل أجر الصف الأول؟ على أي حال هو إذا كان ناوي أن يبذل جهده ويروح في الصف الأول الصف الأول فضيلته أفضل من الصف الثاني بكثير. لكنه هل يستوي القاعد والحازم؟ لا. يعني واحد التهب الشرب والأكل وكذا وضاح عليها شاء أنت أخذت هاي مقابل هذه. نعم. يعني واحد تأتي وأنت تصلي بآخر صف يعني تتمنى على الله أن يجعلك كالأوائل هذا كرم الله. فإذا كان تأخرك بعذر بلا سبب وبعذر وأنت حريص أن تعمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. سؤال الثاني الأخ أبو محمد يقول أدعو الله عز وجل دائما بأمور معينة لكني أحيانا أتقاعس عن الدعاء أقول هو رب العالمين يعلم فهل هذا يبيح لي أن أترك الدعاء؟ لأن الله أترك الدعاء باعتبار أن الله يعلم يعني هو الله يعلم يعلم. لو أن الإنسان ما سأل الله شيئا قال الله يحب أن يسأل يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. والله جل وعلا قال واسألوا الله من فضله ما يسأل شنو يعني متكبر هو قال يعني أنا ما دني نفسي
هذه وقال ربكم اسم عظيم يصير عليها. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوني استجب. يعني الذين يستكبرون عن عبادتي، قال يعني عن الدعاء. طيب هناك من يعني يقول، هناك بعض الأدعية تقول علمك بحالي يغنيني عن سؤالي. لا ما أنا إحنا ما قلنا أنه يعني مثل ما تقول يترك كل شيء، ولكنه اللهم إني مفتقر إلى عفوك، مفتقر إلى كل شيء، وأنت الغني المطلق يعني. فمثل هذا، لكن في بعض الحالات يعني هذا يقال علمه بحالي. أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال لما وضع في كفة المنجنيق ثم رمي هو بالهوى، جاء جبريل قال إليك حاجة؟ قال إليك لا، وأما إليه فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. الله. هو يعلم راح يم الجمر صرت فوقها، هو علمه كافي يعني. سبحان الله. والله جل وعلا لا شك في رحمته ولطفه وعطفه على الإنسان. أكيد. طيب شيخنا، هو يعني هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم. ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول نعم. دعوت فلم يستجب لي. نعم. يعني بمعنى أن واحد الإلحاح في الدعاء ليس أمرا معيبا، بالعكس جاء في الحديث قال ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني لحوا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اكفنا ما أهمنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إحنا بحاجة دائما وفي كل لحظة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. أحسن الله لكم شيخنا الكريم. الأخوة أم عمر من بغداد طبعا سؤالها تقول فيه أنه ما أخذ قرض ومتكفلها كفيل، تقول هي عندها أيتام وعندها معاقين ما إلى ذلك، كانت تدفع على مدى سنتين أو 3 سنوات وبقي سنتين، تقول مات الكفيل وانقطع الراتب مات، تقول أنا ما أقدر أدفع بعد، يعني يصير أنه أترك الدفع يعني باعتبار أنه طبعا هو مات بعد يعني وراتب أصلا انتهى. الاتفاق مال الدولة كيف أنا ما أعلمه، إذا كان اتفاق الدولة إذا مات الكفيل يطفى الحساب عليه للتعب روحها. نعم. وإذا مات الكفيل وبعد بقية حساب إذا يوجد في الأنظمة والقوانين أنه يرجع إلها إلى المستدين والمقترض إذا عنده ينطي، ينبغي أن يطبق القانون. وإذا قالوا أيضا يطفى. نعم. وإذا ما عدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. حتى لو مدين لبشر وما عنده، الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، إلى أن تتيسر. قال أحبسه، قال شو تستفيد من الحبس؟ بالحبس أنه بده تصرف عليه أكل. نعم. تبدأ ما تقول أحبسه، قال يقدر يشتغل، قال جيبه شغله هنا. نعم. شغله بالعمل وخليه يناوش طابوق يودي ماي يعمل كذا، وبالآخر النهار أخذ أجرته وأسدد الديون، هذا ممكن. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أم قيس من بغداد تقول أن عمرها 54 سنة وتعاني من السمنة وعندها سكر وضغط وقلب، تقول يعني ذهبت إلى طبيب فيعني نصحها بموضوع قص المعدة حتى ربما تستغني عن بعض الأدوية. تقول لا يوجد طبيبات في العراق يعني يعملن هذه العملية، فقط أطباء. تقول أنا يعني أشوف أنه هذا الأمر حرام وكذا، فما الحكم في ذلك في هذه الحالة؟ هنا العمليات اللي هي للتجميل أو لتخفيف بعض الأعباء إن كانت يتوقف عليها راحته وعمله أو ما مهدد بخطر أو هالشيء، قال هاي تكون كمالية ما ضروري. نعم. لكن إذا كانت ضرورية، إذا كانت ضرورية ولا توجد امرأة، لا مانع شرعا أن يقوم بالعملية الرجل. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. إن الله جل وعلا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، والطب يعني من الأمور المطلوبة، والمرض لا يطاق وقد يكون يبعث على بلاء آخر. فإذا لم يوجد الرجل أرم المرأة، أو وجدت المرأة لكن ما عندها هذيك الكفاءة، يجوز أن يعالجها الرجل وهو الماشي في غالب الأحوال. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. هناك اتصالات نأخذها إن شاء الله. الأخت آية من بغداد، تفضلي آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
بس أريد أسأل الشيخ على عدة المرأة المطلقة. أكو ناس يقولون عدة المرأة المطلقة إنه عادي تطلع وتطوف بس يعني ما تتزوج خلال هاي الفترة، وأكو ناس تقول لا عدة المرأة المطلقة لازم تطلع قاعدة بالبيت وما تشوف أي رجل. طيب عندك سؤال آخر؟ وعندي سؤال ثاني. طيب أنا أصلي وأقرأ قرآن دائما، بس ما أدري ليش من أجي أصلي وأقرأ قرآن ما أحس يعني عندي خشوع، ويعني ما أريد يعني ما أدري شنو، بس يعني هيك ما عندي خشوع أبد بالصلاة، وأحس روحي بس أريد أخلص الصلاة. طيب الله يعينك. ناخذ اتصال الأخ مصطفى من بغداد، تفضل أخي مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلزح ما عندي سؤال للشيخ بخصوص زيارة المراقد الدينية. نعم. يعني هل يجوز أو ما يجوز، يعني شنو صيغة الدعاء داخل المراقد، يعني أكو مشايخ يقولون يعني ما في جوامع تحكم هذا الشيء، زيارة المراقد وما أعرف إيش، وجوامع لا عندهم طبيعي ماكو إشكال، فأريد أن شنو واحد يرشد بطريق صحيح وشنو طريقة الدعاء داخل المراقد. طيب طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. تمام حياك الله يا أهلا وسهلا. طيب سؤال الأخت أم قيس من بغداد، عندها سؤال آخر، تقول نحن ورثة والورثة يعني من إخوان جدها، يعني المهم وصل الورث إليهم، تقول هناك أراضي أميرية. نعم. يعني أراضي زراعية، فالدولة تعطي الذكر مثل الذكر منتسبة. هذه المسألة طرقناها أكثر من مرة، وهو أنه النظرة الشرعية إلى ما يتركه الميت من ترك الأبناء والبنات والأخوة والأخوات، الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. هذه الناحية اللي تكون الأرض هي في الحقيقة ملك للدولة، قال ملك أو ملك، هي هو صاحب اليد لو لا قال هو صاحب اليد، فهي تركة. هذا جمهور الفقهاء قالوا تركة. هناك رأي فيه شيء من الغرابة أو غريب، وقد يكون عده شاذ، قال لا هذا ترك إذا كان ملك هو، أما الأرض مو ملكة، الأرض هي ملك رقبتها للدولة. نعم. ولا سيما أراضي السواد، يعني أرض العراق، قال أرض العراق هو وقف أوقفه سيدنا عمر بعد أن درس الموضوع، وأن توزيعه على المقاتلين راح يسبب مشاكل لا حصر لها، وتعطيل للنعمة ودمار للبساتين وانشغال للمجاهدين بالمال، وراح تكثر التشرد، لأنه إذا طلعوهم من طون أراضيهم، يعني نعم نتيجة حرب لكنه عمل إنساني ينبغي أن يبقى بمكانه. فسيدنا عمر أبقاهم بمكانهم وجعل الأرض وقف خراجية. نعم. فمثل هيك أشياء على رأي هؤلاء أنه الدولة تنطي ما تحت يدها للذكر والأنثى سواء. نعم. هاي ناحية. فكانت الأمور هكذا في المحاكم، يعني منذ الصبا أنا أذكر بالخمسينات، يعني كان يجي قسام الشرعي الشيوخ ما يسوي هذا. نعم. يودوا يسموه قسام نظامي. إيه؟ فالشيخ لا يصر ويقول كذا، بس يقول هذا أنا ما أعمله لأنه ما أكتب بيدي شيء مخالف للشرع. الثانيين قالوا هذا ملك الدولة ويعملون كذا، وعبد الكريم قاسم وبوقتها تمسك بهاي الحكاية وقال مثلا، بس هو ذكرها حتى بالميراث. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم بارك الله فيكم. فهي هنا إذا كانت النساء تقول يا بقسموها مثل ما للذكر من حظ الأنثيين وهم راضي، وإذا كانوا الرجال قال يا هي أختي وكذا موهوبة مسامحة حتى ولو حقي، هذا أطيب يكون. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أم تركي من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سؤالي لماذا في سورة صاد تذكر أسماء أنبياء كثر عليهم السلام، ولكن يقص الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء الذين كان لهم الملك والنبوة مثل داود وسليمان عليهم السلام؟ هل لها علاقة باسم السورة؟ والله أعلم بمراده. والسؤال الآخر ما يخص سورة الصاد، الآية الأخيرة من سورة الصاد الآية 88، ولتعلمن نبأه بعد حين، هل لها علاقة باسم السورة أم بالآيات التي قبلها؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. حياك الله أختي الكريمة. طيب عندنا اتصال آخر من أبو هدى من الكوت، تفضل أخي أبو هدى. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي والله سؤال بس بخصوص الذهب، الحلي الذهبيه يعني اذا متجاوز النصاب يعني فد 20 30 مثقال 50 مثقال هيك الحدود، عليها زكاه لو ما عليها؟ طيب اي والله تسمع ان شاء الله الاجابه. هاي يعني تلبس عاده الحلي الذهبيه تلبس يعني لو مثلا فقط بالمناسبات؟ اي بالمناسبات. بالمناسبه تمام. اي نعم. طيب طيب ان شاء الله تسمع الجواب. ابو محمد من بغداد. السلام عليكم شيخ الفاضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان مبارك عليك وعلى حضره الشيخ. امين اجمعين بارك الله فيك. شيخ بدون زحمه، كل مقبره بالاعظميه صايره. نعم. اكو القبور باتجاه القبله والثانيه عكس اتجاه القبله، هذا يجوز يعني عن السده ذا شايفه حضرتك يعني. اللي على السده؟ اي الملحق الجديد يعني صار انعكس عن اتجاه القبله صاير يعني والدي من ضمن مدفون هناك. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. طيب شيخنا الكريم نجيب على الأسئلة إن أذنتم. الأخ أبو محمد من صلاح الدين يقول أنا في المنام مثلا أرى في المنام أني أذبح خروفا أو مثلا أصوم أيام أو كذا، فهل هذا يلزمني؟ لا يلزمه شيء. لا يلزمه المنام والأحلام، فقط رؤية الأنبياء حق. نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخت آية من بغداد تسأل عن موضوع عدة المطلقة، تقول هناك خلاف حولها. طبعا هي لا تسأل عن المدة حسب ما فهمت يعني، لأن المدة معروفة كما لا يخفى على جانبكم. تسأل تقول موضوع العدة، هل تخرج من البيت وتدخل ما في مشكلة؟ هل تطلع على الرجال أو يراها الرجال أو لا؟ يعني تقول هناك خلاف حول هذه المسألة. لا يوجد خلاف في أنه المعتدة لا تخرج لغير حاجة. لا تخرج لغير حاجة. لغير حاجة، أما الحاجة حتى لو تافهة قال ما حد يجيب لها كرفس، هاي كماليات، قال يجوز ان تطلع. ما حد يبيع لها الخبز، تيجي تغزل او تخبز وما حد يبيعها الخبز، هي تطلع وتبيع الخبز وتعيش. ما حد يوديها للطبيب او الطبيب ما يجيها، هي تروح للطبيب. هاي الحاجه اذا اكو حاجه، اما وحده تطلبها زياره وفلانه ما يتلهم واحد تروح ترد لها التعزيه، هذا ما يجوز. نعم. طيب شيخي بالنسبة لهذه المرأة، هل لا ترى الرجال مطلقا يعني؟ كلمة لا ترى الرجال هذا ليس له يعني أصل في الشريعة، حكم جديد هذا. هي سابقا قبل ما يموت ميتها أو زوجها كانت ترى الرجال، ترى وجهها فقط وإيديها مكشوفة، الآن نفس الشيء. إذا كانوا الرجال هو بالبيت وجو ناس مثلا أخو زوجها، رجل أجنبي هذا، ابن أخو زوجها أجنبي يعني. طيب شيخنا وين تلزم العدة؟ بأي مكان؟ في مكان اللي هي عايشة به من مات الميت، إذا له دار هي في الدار ولا تخرج من الدار. إذا بيت أهل زوجها؟ إذا كان هو بيت الزوجية يعني ابن زوجها ابنهم وساكن إلى غرفة وكذا ومات زوجها، فتبقى في البيت لأنه هي على عصمة الزوج وإلها حق حتى فسخة العدة وكذا. وإذا مطلقة؟ المطلقة نفس الشيء، بعض الفقهاء قال إذا الطلاق بائن بينونة كبرى ما إلها شيء، ولكن الرأي الراجح عن سيدنا عمر قال ما نترك الآية الكريمة لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. فالشاهد أنه رؤية الرجال بالنسبة للمعتدة هو على ما كان سابقا، واما شيء جديد من الوفاه لا. نعم الاصل لا تعرض لخاطب مثلا يعني. نعم. لا ولا تتزين ولا تلبس الملابس يعني البراقه يعني تلبس اما اسود واما داكن ما يثير. نعم. ولا تتعرض باللفظ من او الزواج او شيء، ولكن لا الله جل وعلا قال فيما عرضتم به من خطبه النساء، قالوا التعريض جائز. نعم احسن الله اليكم شيخنا الكريم. سؤالها الثاني تقول عندما أصلي وأقرأ القرآن لا أحس بخشوع، وكأني عندما حتى أصلي فقط أريد كأن تنتهي الصلاة، فما يعني توجيه الشيخ في هذه المسألة؟ كيف؟ عندما تصلي وتقرأ القرآن لا تحس بخشوع في ذلك، تقول إلى أن أصل إلى مرتبة فقط مجرد أريد أن أنهي الصلاة أو أنهي قراءة القرآن. على كل حال هو الخشوع هل هو لون على البشرة؟ لا. هل هو يعني حالة في البدن؟ لا. الخشوع هو تصور القارئ للآيات الكريمة وتصور موقفه بين يدي الله والله يراه،
وتعبد في هذه الحالة لله جل وعلا هو هذا الخشوع. والخشوع معناه السكون، والسكون فيما حين يكون الإنسان يتدبر الآيات ويرجو ثواب الله تعالى وهو يؤدي هذه العبادة هو هذا الخشوع. نعم، وربما ما يعين شيخنا إن أذنتم على الخشوع موضوع أنه زيادة الطاعات وابتعاد عن المعاصي ويكون القلب حاضر. هي تقول في الصلاة أثناء الصلاة وفي قراءة القرآن. وفي قراءة القرآن أثناء قراءة القرآن مع المعاصي يعني. نعم لا عفوا شيخي، أنا أقصد أنه يعني الحالة الإيمانية هو التي يعقل تكون عليها. ما يقول هو يقرأ القرآن أكون يعقل ما يقول، يعني آه لما أقرأ القرآن ودا أفهم شنو معنى الآيات حتى لو سريع، فأهم المعنى العام أو المعنى الإجمالي من الآية هذا الخشوع. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. الأخ مصطفى من بغداد يسأل حقيقة سؤالا مهما، هو يسأل يقول عن يعني زيارة المراقد الدينية، ما الذي لا يجوز والذي لا يجوز فيها، وما هي هل هناك صيغة للدعاء هناك أو يعني يسأل حال طريقة صحيحة. زيارة القبور من المسلم عند العلماء أنها جائزة عموما، بل ربما إذا كانت للاعتبار مستحبة للاعتبار. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة أكثر من مرة مرات بقية، وزار أشخاص معينين، فلذلك لا مانع من هذاك، بس الشرط شنو؟ أن لا يخرج الإنسان عن طوره الحلال. إيش يعني قال يفتعل أو يعني ينحب وصوته كذا، أو امرأة تنوح أو يطلب من صاحب القبر أو تخمش، ما صحيح، أو يطلب، كيف يطلب من صاحب القبر هو مخلوق توفاه الله. يعني بعض الناس حسن الظن بالأموات أو بالأولياء، بس ما معنى ذلك أن يصعد إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى. الذي يخلق هو الله، والذي يرحم هو الله، والذي يغفر هو الله. الله جل وعلا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله. من الذي إذا مسك الضر تلجأ؟ قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فيجي واحد ويسأل صاحب القبر يسأل شيء، فهذا صاحب القبر الآن بإمكانه أن يتكلم، هو يسمعه لكنه لا مجال للرد، كان يلطمه. أنت تسوي أنت تورطني ويش الله. أنا الآن بأمس الحاجة إلى رحمة ربي وعفوه، أنت تطلب مني أشياء هذا ليس بيدي. في الآية الكريمة والرسول صلى الله عليه وسلم قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الله الله. وفي الآية الكريمة أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. عندنا اتصال أو سؤال عفوا من الأخ أبو هدى من الكوت، يسأل عن الحلي الذهبية، يقول هل هناك زكاة عليها 30 إلى 50؟ قلنا أن قضايا زكاة الحلي الذهبي من الأمور التي تعددت فيها وجهات النظر. زبدة القول أن الشافعي الأحناف وقسم الأكبر من المحدثين قالوا الذهب مهما كان حلي أو غير حلي، ملبوس أو غير ملبوس، هو ذهب يجب أن يزكى سنويا. وهذا الرأي هو الأحوط والأليق أن يلاقي الله عليه الإنسان. نعم جزاكم الله خير. آخر هناك رأي آخر أنه إذا كان الحلي طبيعي لا يزكى. إذا طبيعي إيش طبيعي؟ قال يعني امرأة تلبس سوار أو سوارين، هي مسوية 10 بتوت كل بت إعدال بتين، قال هذا تهرب من الزكاة. نعم. لا يجوز. جزاكم الله خير. يجب أن يزكيه. بوركتم شيخي. نأذن المخرج، يعني عندنا سؤال أخير. كثير أكو أسئلة. السؤال الأخير شيخنا، الأخ أبو محمد من بغداد يسأل عن المقبرة بالأعظمية. نعم. يقول البعض هناك صار ملحق بالمقبرة اللي على السدة، يقول بنية القبور بعكس اتجاه القبلة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان حديث عهد بالدفن يجب أن يحفر فر أو ينبش القبر ويطلعون الميت ويدفنوا على الوجه، يوجهون وجهه على القبلة. نعم. وأما إذا مضت عليه المدة وتفسخ وصارت جيفة به ما يطاق. نعم. ذاك الوقت يترك، لكن هذول آثمين اللي يعملون هذا العمل. نعم. يعني نعم. يجب أن يفهم بأن مصيرنا بالتالي إلى الموت، حتى نعم. بهذا يعملون غش ما يصير. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير. بقى سؤال تركي في بغداد إن شاء الله فقط غدا إن شاء الله سنجيب عليها، بارك الله فيك. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وأحسن الله لكم بوركتم. كما نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ملتقانا يتجدد معكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.